مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، وهكذا ينطلق شوط جديد من اشواط الخير والبركه، وهو شوطنا 18 الذي خصص للابكار القاية المهجنات الاصايل. انطلاقه سليمه وموفقه نتمناها لجميع المشاركين. ابدا بالمقدمه واتابع الصداره والبدايه الاولى، وهنا على مقدمة هذا الشوط وعلى الصدارة الأولى شواهيم مطار بن محمد بن علي المنصوري، بينما القدوم على المركز الثاني وفي ثاني المراكز من الشوط الرابع عشر ركز لي عليها الليبي، بينما ناخذ اللي تليها في المركز السادس. وسادسا الشاهينية راشد بن خميس بن شلبود الخيلي على المركز الثالث، بينما في رابع التحديات وصلت للطامة مزيد بن فهد العتيبي يتقدم على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز الظبي هلال بن عيضة بن هلال المزروعي على المركز الخامس. وسادسا وصلت هناك شعار الخاطري هذا بنت عيبس، بينما ركز لي بعد عليه، بينما ناخذ الوصول مشاهدينا الكرام من قبل عرايف راشد بن علي بن راشد العوادي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة. عودة إلى مقدمة الشوط، نتابع المسار في هذه اللحظات. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة والبداية الأولى، وهذه الشاهينية راشد بن خميس بخليفة بن جلبود الخيالي على مقدمة الشوط والبداية، بينما في المركز الثاني أرباح سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، بينما في المركز الثالث هذه فضة لعبد الله بن مطر بن حاثة لكتبي، بين من اللي قادمة هذه هي النايفة عبيد بن علي بن صقر بن يمعى العلي، ولكن تحركت الآن وتقدمت هذه شقرة صالح بن راشد بن سعيد العويسي يتقدم في هذه المسيرة وهذه الاندفاعات الرائعة. لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، روح يا راشد يا ابو خميس يا ابو شلبود الخيالي، روح مع انطلاقه الشاهينيه، لكن صالح بن راشد العويسي يتقدم على المركز الثاني ليقدم لنا هذه الانطلاقه من شقره على المركز الثاني. المركز الثالث النايف عبيد بن علي بن صقر العلي يتقدم، ولكن
نشوف اللي هناك عصاها فبطانها ما تحركت في هذه اللحظات. غادمة من الجانب الآخر، غادمة من الجانب الآخر في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الرائعة. هذه هي جمرة محمد مشامس بن عتيج العامري يبحث عن الفوز، يبحث عن الانتصار، وهي الرقم الأصعب من خلال هذا الاندفاع. لكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية. هذه هي شاهينية راشد بن خميس بن خليفة بن جلبود الخيالي، لكن المغامر يصل إلى المركز الثاني. يا مبرد أعصابك، يا مبرد أعصابك، لكن هنا العلي يتحرك. ولكن تهانينا والناموس على هذا الأداء الرائع اللي تقدمه لنا، اللي هي الشاهينية راشد بن خميس بن شلبود الخيالي. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت جمر محمد بن شامس بن عتيج العامري. المركز الثالث كان الوصول من الظبي سعيد بن راشد بن فالح الشامسي. هذه هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني و6 دقائق 16 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.